مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من المشروع. أحبتنا، تتعامل الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع عدد من المصانع التي تعتمد اعتمادا كليا على واحد من أكبر مصادر التلوث البيئي في العالم، إنه البترول. ولكن الهيئة الملكية للجبيل وينبع استطاعت وفي مدينة الجبيل تحديدا من تحقيق نجاح وتميز كبير جدا على مستوى العالم في المجال البيئي. عدد من المشاريع البيئية التي نفذتها الهيئة الملكية في هذه المدينة ساهم وبشكل كبير في تحقيق هذا النجاح، سنتعرف عليها من خلال هذه الحلقة، فكونوا معنا. عملت الهيئة الملكية للجبيل وينبع منذ إنشائها على إحداث توافق تام وانسجام متكامل بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة بمقوماتها الهواء والماء والتربة. فمنذ المراحل الأولية لإنشاء مدينة الجبيل الصناعية تم وضع تصور كامل حول كيفية المحافظة على بيئة المدينة، بداية بتقويم الآثار البيئية ومرورا بتصميم المدينة وبرامج التشجير، وأخيرا بإصدار الإرشادات البيئية للهيئة الملكية في عام 1986 ميلادية، والتي تم تحديثها عدة مرات فيما بعد. وبدأت الهيئة الملكية في إعداد مسودة للنظام البيئي للهيئة الملكية لتكون عوضا عن الإرشادات البيئية وأكثر صرامة ودقة في تطبيق المعايير والأنظمة البيئية بما يتناسب مع التوسع الصناعي للمدينة ويتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الصدد. وبعد عمل الكثير من الإجراءات والمراجعات بين الهيئة الملكية كمشرع والصناعات المطبقة لهذه اللائحة والأجهزة الحكومية ذات العلاقة من جهة أخرى، تم الوصول للصيغة النهائية التي طبقت في الأول من سبتمبر من عام 1999 وسميت لائحة المعايير البيئية للهيئة الملكية. فكرة الجبيل الصناعية هي فكرة بيئية رائدة الحقيقة، لأنه زي ما ذكرت أنه الكميات الغاز هذه كانت مصاحبة للبترول، كانت تحرق. وتخيل لو أنه يعني مع زيادة الإنتاج اللي تم من السبعينات إلى الآن أنه كل هالغاز يحرق. ففكرة تحويلها إلى صناعات بتروكيماوية هي فكرة بيئية بحتة للاستفادة منها والاستفادة اقتصادية. نأتي إلى عملية ضبطها. الصناعة، كل صناعة لها مخرجات ولها ملوثات، لكن الهيئة من بدايتها الحقيقة اعتمدت معايير بيئية صارمة وملزمة للصناعات. اللوائح والأنظمة البيئية أقرتها الهيئة الملكية، وفي بداية المشروع كانت دليل بيئي، ثم حولت إلى لوائح من حوالي 15 سنة. واللوائح البيئية تحدث كل 5 سنوات، والآن الأيام هذه حنا في طور تحديثها للمرة الثالثة، حيث أن لوائح الأنظمة البيئية موحدة بين الجبيل وينبع ورأس الخير لهدف التسهيل على المستثمر سواء كان في الجبيل أو ينبع أو رأس الخير، تكون اللوائح والأنظمة موحدة. دائما بمجرد أن يكون عندك إجراءات وبمجرد يكون عندك قوانين ومجرد ما يكون عندك آلية متابعة، لأنه قد يكون عندك قوانين وإجراءات لكن إذا ما فيه متابعة وعندك آلية متابعة دقيقة، إما أن تستخدم التقنية وما يحتويها من إمكانيات عالية جدا والمتابعة من الأفراد القائمين في الميدان. فإذا تمكنت من العملية هذه صار عندك إجراءات واضحة جدا. أي صناعة تدخل عندنا هي تطلع على الإجراءات وعلى الريجليشن الخاص بالهيئة الملكية وتلتزم فيه من بداية تصميم المصنع إلى التسليم، ولا لا تمنح من طرفنا أي شهادة تشغيل. أيضا هناك غرامات بيئية يعني تتكبدها الشركات، وأكثر من هذه الغرامات اللي هي الغرامات المعنوية، لأنه أي شركة يكون عندها خروقات بيئية لا تستطيع أن تحصل على أي تمويل بنكي في مشاريع مستقبلية إذا كان عندها سجلها البيئي سيء. قبل بداية أي مصنع 6 أشهر مطلوب منه أن يقدم معلومات كاملة عن المصنع،
باكج كامل يقدم إلى إدارة حماية البيئة، يتم مراجعته مراجعة كاملة، نراجع عملية التصنيع، المواد المستخدمة في التصنيع، النفايات المتوقع إنتاجها من هذه الصناعة، وبناء عليه يتم إصدار ترخيص بيئي. قد يكون الترخيص هذا مشروط بشروط، أو إذا إنه كامل يطلع بدون أو يصدر بدون اشتراطات. التراخيص البيئية مدتها حوالي 5 سنوات. على الرغم من صرامة الاشتراطات البيئية التي تضعها الهيئة الملكية، والتي قد تحمل بعض الشركات أعباء إضافية مالية، إلا أن الشركات والمصانع قدمت تعاونا كبيرا في هذا المجال. الهيئة الملكية يعني فرضت على بعض المصانع يجب أن يتطابق ويتلائم مع لوائح منظمة الهيئة الملكية، فهناك عدة صناعات لديها بعض الإخفاقات البسيطة، ولما نحدث اللوائح والأنظمة ونجيب معايير جديدة تكلف بعض الصناعات بعض المبالغ المالية، ومع ذلك استجابوا وقاموا بهذه التعديلات، كلفت بعض الصناعات أو جزء منها يعني فيما يفوق المليار ريال، وهذا شيء يعني الهيئة الملكية تفخر فيه وتقدر للصناعة تعاونها. والله أنا يجب أن أشيد حقيقة بالقطاع الصناعي الحقيقة، يعني هو صحيح قطاع تجاري يريد أن يربح، لكن عنده مهنية عالية جدا، أنا أقولها بكل صراحة. في تعاملنا خصوصا البي لم نجد أي تردد حقيقة بشكل أو بآخر من القطاع الصناعي في التعامل بحزم حقيقة مع البيئة، وهذه حقيقة هي من الأشياء اللي القيم اللي موجودة عند الصناعة عندنا في مدينة جبيل الصناعية. يعد برنامج المراقبة البيئية والذي بدأت الهيئة الملكية إجراءاته قبل إنشاء المدينة الصناعية لمعرفة طبيعة المنطقة ومدى تأثير النهضة الصناعية على المدينة، وبناء على نتائج هذه الدراسة تم إعداد برنامج المراقبة البيئية على المنطقة الصناعية والتفتيش على المصانع والقيام بالزيارات الدورية لتلك المصانع، حيث أن التصنيع وحماية البيئة هما أمران متداخلان، فلا يمكن تحقيق التطور الصناعي دون المساس بالبيئة الطبيعية واتباع التقنية المتطورة واستخدام الطرق الفنية المجربة. جعل التصنيع وحماية البيئة وإنشاء مناطق سكنية صحية آمنة حقيقة مرئية لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. في عندنا زيارات للمصانع مجدولة وغير مجدولة، ومن حق موظفين الهيئة الملكية الدخول المصنع في أي وقت للعمل التفتيش، ومع ذلك عندنا برنامج للزيارات خاص الهيئة الملكية أو إدارة حماية البيئة تعطي البرنامج هذا اللي هو برنامج التفتيش اهتمام كثير، لأنه بدون التفتيش وبدون يعني الزيارات المدنية ما تدري هل هناك مخالفات بيئية مثل الردم أو الرمي العشوائي لبعض النفايات ومياه الصرف الصحي. أيضا نقوم بجولات تفتيشية للشواطئ والسواحل والمناطق المجاورة لمدينة البيئة الصناعية اللي في حدود الهيئة الملكية، على أساس أنه ما يكون هناك أي مخالفات بيئية، وهذا يعني أدى إلى يعني نتائج جيدة. من أهم البرامج البيئية التي تقوم بها الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية هي المراقبة البيئية، وقد بدأت المراقبة البيئية قبل إنشاء المدينة لمعرفة طبيعة المنطقة ومدى تأثير النهضة الصناعية عليها، وبعد إنشاء المدينة تم إعداد برنامج مراقبة بيئي يشمل مراقبة جودة الهواء والأرصاد الجوية والمياه
وإدارة النفايات الصناعية والحماية من التلوث بالزيت والضجيج ومراقبة الحياة الفطرية. لكن احنا عندنا عدد من البرامج في البيئة، اما لمياه البحر او الجو التلوث الجوي او البيئة الآبار الجوفية او مياه الري او كل هذه البرامج حقيقة مع بعضها البعض هي لقياس اي تأثر يحصل. يعني كل الصناعات لدينا، كل صناعة عدد كبير من الآبار الجوفية حتى نضمن اختباراتنا يومية مستمرة للمياه الجوفية، نضمن أن المياه الجوفية لم تتأثر بأي صناعة موجودة عندنا. فحقيقة إذا وجد هذا النظام والآليات الموجودة عندك والإجراءات الموجودة عندك، أنا أعتقد هذا يمثل جزء كبير من نجاحنا في ضبط الهيئة الملكية. الآن احنا دائما نستفيد من التقنية بقدر الإمكان، الحمد لله الآن عندنا برامج متقدمة جدا، وصل الإخوان يمكن راح تطلعوا عليهم في البيئة، القياس الآن مباشر من الصناعة. كنا أول نعتمد على بيانات ترسل لنا لزيادة من الشفافية فيما بيننا وما بين المستفيدين الصناعيين. أصبحنا الآن احنا ناخذ قراءات مباشرة من المصانع وبجميع المواد والعناصر اللي احنا نبغى نراقبها ونتابعها. حقيقة البيئة مشروع كبير جدا، وذكرت لك يمكن أنا وإحنا قبل نبدأ في البرنامج أنه الكيف هو الأهم وليس الكم. فالهيئة الملكية النتيجة لبرامجها الدقيقة ومحدودية الحقيقة التقنية الموجودة، استطعنا حقيقة أننا نصل إلى ضبط بنسبة عالية جدا للبيئة في مدينة الجبيل الصناعية، رغم أنه يوجد حقيقة صناعة تعتبر من أكبر الصناعات في العالم أو إذا لم تكن الأولى في العالم في صناعة البتروكيماويات. قامت الهيئة الملكية بالجبيل بإنشاء وتشغيل 7 محطات ثابتة ومحطتان متنقلتان، إحداهما تعمل بالأشعة تحت الحمراء لمراقبة جودة الهواء وانبعاث الغازات من المصانع العاملة في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك للتأكد من عدم تجاوزها للمعايير البيئية للهيئة الملكية. هذه واحدة من محطات الهيئة الملكية التي انشأتها منذ تأسيس الهيئة إلى اليوم الحالي. طبعا عندنا 7 محطات ثابتة ومحطتين متنقلة تستخدم للحالات الطارئة، زائد أنه الهيئة تعمل حاليا على إنشاء محطات زيادة بحكم أنه الجبيل الصناعية بدأت في التوسع الكبير الصناعي. المحطات منتشرة حسب دراسات وتخطيط مسبق موزع على مدينة الجبيل الصناعية والسكنية زائد الجبيل البلد، والخطة المستقبلية أنها توزع أيضا في الجبيل الاثنين وفي مدينة رأس الخير. المحطات تقيس أكاسيد وأكاسيد النيتروجين، أكاسيد الكبريت، المشتقات الهيدروكربونية، الملوثات اللي لها تأثير مباشر على البيئة وصحة الإنسان. المحطات مربوطة بالمبنى الرئيسي لوزارة حماية البيئة، نستقبل القراءات كل 5 دقائق، وإذا في أي تجاوز المعايير يتم تنبيه المسؤولين وتراجع هذه القراءات، ثم يتصل بالمصنع المخالف وتكون له زيارة مباشرة نعرف إيش الأسباب، هل هناك عندهم أي مشكلة داخلية، وبناء عليه يتم معالجة الوضع. إذا أنه تجاوز اللوائح والأنظمة يتم طلب منه حالا إيقاف المخالفة وتصحيح الوضع، ثم إدارات الملكية ممكن تصدر عليه غرامة، أو أنه إذا كان الخطة التصحيحية جيدة والخطأ غير مقصود فممكن مراعاة ذلك. المحطة منشأة تستقبل الغازات بشكل عام، تأخذ الكمية هواء وتدخلها على الأجهزة تقيس كل نوع من أنواع الملوثات الموجودة من الهواء. الملوثات اللي احنا نقيسها اللي هي الملوثات الأساسية اللي لها تأثير مباشر على الصحة البشرية زائد صحة الأشجار والحيوانات والبيئة بشكل عام. من الملوثات اللي احنا نقيسها أكاسيد النيتروجين، أكاسيد الكبريت، الأوزون، المركبات الهيدروكربونية، بما أن مدينة الجبيل الصناعية أساسا تشتغل على المركبات الهيدروكربونية اللي جاية من البترول. المحطة تقيس بشكل دوري 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، المعلومات ترسل دايركت في دقيقة، تأخذ المعلومات الأجهزة تحللها وترسل إلى المركز الرئيسي عندنا في الإدارة، ومن هناك نقدر نحلل المعلومات اللي تجينا وعلى ضوءها نعطي الفكرة العامة عن جودة الهواء في المنطقة اللي محطوط فيها المحطة.
الثاني انه احنا نجي هنا ناخذ العينات حق الغبار الذري بشكل يومي. الغبار الذري ناخذه ونوديه المختبر نحلله ونشوف اذا كان فيه اي تجاوزات من ناحيه المعادن الثقيله، بما انه غبار ذري انه هذا شيء نتنفسه ويدخل في الرئه، فهذا لازم نحللها بشكل دوري. لا يوجد عندنا مشكله بالنسبه للتربه، لانه تعرف اكثر المروثات او يعني سبب تروث التربه، وقد يكون الامطار الحمضيه والهيئه الملكيه لحسن الحظ ما تستخدم الفحم الحجري في كوقود او انما يستخدم الغاز الطبيعي. فبالنسبه للاسد رين عندنا شبه معدوم في مدينه الجبال الصناعيه. يعني في بدايه موسم المطر، خلينا نقول نسميها الرشه الاولى من الامطار، نطلب من الشركات انه الفيرست فلاش او الكميه الاولى من المطر تجمع في حوض للفيرست الاول 30 مليمتر، يتم جمعها في حوض معين، تؤخذ منها عينه تفحص، واذا كان مطابق للمياه الخليج ما في اي تلوث يسمح بتصريفه من خلال قنوات الامطار. اذا كان ملوث يرسل الى شركه مرافق لمعالجته. فما عندنا ان شاء الله اي تلوث بالنسبه للتربه. في حاله لو سمح الله صار اي حادث يتم الاطلاع عليه واخذ عينات وتكليف الجهه الملوثه بجمع التربه كاملا وارسالها الى بيئه او ادكو للمعالجه. كما تراقب الهيئه الملكيه بانتظام مياه الخليج القريبه من المدينه وشبكه التبريد بمياه البحر والمياه الجوفيه ومياه الصرف الصحي والصناعي، وحددت 13 موقعا لمراقبة جودة مياه الشواطئ والمياه البعيدة عن مدينة الجبيل الصناعية، وذلك لإعطاء معلومات شاملة حول جودة هذه المياه ولتسمح بتتبع التغيرات في جودتها، وتفيد المراقبة المنتظمة في رسم الخطط العريضة حول المنحنى العام لجودة المياه على المدى البعيد، بحيث يمكن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث أي أضرار متوقعة لا قدر الله في المستقبل. للتعرف عن قرب عما نفذ من أعمال بيئية، توجه فريق المشروع إلى المنطقة الصناعية بالجبيل، وزرنا إحدى الشركات العاملة هناك، والتقينا بالأستاذ سلام الضفيري، والذي شرح لنا مدى حرص الهيئة الملكية في تطبيق القوانين البيئية والمحافظة على بيئة المدينة. طبعا بفضل من الله سبحانه وتعالى انه احنا مخدومين في مدينة الجبيل في وجود الهيئة الملكية. الهيئة الملكية وتحديدا إدارة حماية البيئة يعني متمكنة في متابعة الموافقات لأي مشروع صناعي. حتى انك تاخذ موافقة على انك تعمل مشروع صناعي في الجبيل الصناعية في إجراءات طويلة لازم تمر على إدارات كثيرة، من ضمن الإدارات اللي تمر عليها إدارة حماية البيئة. من البداية يدرسون المشروع قبل لا يقام على أرض الواقع، يدرسونه من كل النواحي، يراجعون الأشياء اللي ممكن أنه راح تكون مصدر من مصادر التلوث، ويشترطون على الشركات أنه يكون لها برامج للحد من الانبعاثات، وبنفس الوقت تتأكد أنه فيه أنظمة إلكترونية تراقب البروسيس بشكل عام. جميع الصناعات ملزمة لإرسال جميع نواتج اللي نسميها الصرف الصناعي. يعني إحنا عندنا صرف صحي اللي هو الآدمي، وعندنا صرف صناعي، فالشركات كلها ملزمة أن ترسل جميع نواتج الصرف الصناعي إلى محطات معالجة خاصة بالصرف الصناعي. فأي عمليات غسيل، أي عمليات يعني صيانة، حتى الأمطار. يعني في بداية موسم المطر، خلينا نقول نسميها الرشة الأولى من الأمطار، نطلب من الشركات تصريف كامل مياه الأمطار في بداية الموسم إلى نظام تصريف المياه الصرف الصناعي، لأن تكون الأرضيات ممتلئة بالرواسب أو الزيوت أو النواتج الصناعة، فلا بد أنها تنصرف إلى الصرف الصناعي، وهذا ضمن المعايير البيئية. بالنسبة للمياه والتربة، هذه عندنا فريق متكامل يطلع بشكل يومي
ياخذ عينات من مناطق مختلفه في الجبال الصناعيه والجبال السكنيه. كما ان الهيئه تفخر بمشروعها الضخم والذي يمثل اكبر نهر صناعي يبنيه الانسان على مستوى العالم، فان مراقبه مياهه على مدار الثانيه يعد تحدي كبيرا تواجهه الهيئه حتى لا تتسبب في اضرار على بيئه الخليج العربي عندما تعود مياه الخليج اليه بعد رحلة التبريد. مياه التبريد واللي تعتمد عليها المصانع في تبريد العمليات هي مياه توزع على الشركات، تراقب درجة حرارتها وأيضا جميع المكونات حقت الماء عند الدخول. هي مياه لا تلامس العمليات ولا إنما يعني تستخدم في المبادلات الحرارية. يتم مراقبة درجة حرارة المياه الراجعة حتى نتأكد أنه درجة الحرارة لا تؤثر على الحياة البحرية، فلا نسمح بوصول درجة الحرارة إلى منطقة الخلط أكثر من 2.5 درجة. تطلع درجة الحرارة من 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 المصنع وهي 10 درجات، لما توصل في منطقة الخلط الميكسينج زون في الخليج تكون 2.5 درجة مئوية للمحافظة على الحياة البحرية. فكون ان هالمياه الحقيقه يتم السيطره عليها عن طريق جهه واحده سواء المشغله او المراقبه اللي هو الهيئه الملكيه، هذا من الاشياء الحقيقه اللي ضمنت على طول هالسنين انه ما في خروقات من قبل الشركات. في دول كثيره احنا راينا امثله انه الشركات او الصناعات موجوده على شاطئ النهر او البحر، يكون هناك اخذ واعاده لكل شركه على حده، لكن نظام التبريد الحقيقي ضمن لنا انه قناه واحده نتحكم فيها ونراقبها بحيث أن الشركات حقيقة لا تستطيع أن ترسل أي ملوثات. بالقرب من شواطئ الجبيل الصناعية توجد عدد من الجزر الطبيعية التي تأخذ منها الطيور والكائنات البحرية الأخرى مسكناً آمناً لها، وهنا سعت الهيئة إلى تحويل جميع هذه الجزر إلى محميات طبيعية. بعض الجزر والمحميات تراقبها الهيئة الملكية، جزيرة الفناتير وقرمة هذه فيها نباتات المنغروف وأماكن لتكاثر الطيور المهاجرة نراقبها ونمنع دخول البشر إليها حتى تطمئن الطيور. فعندنا ثلاث مناطق حساسة بيئيا هذه الهيئة الملكية مشرفة عليها، إضافة إلى الهيئة الملكية تمنع تصريف مياه الصرف الصحي الصناعي والصحي إلى الخليج فيتم استخدامه في الري، إضافة إلى أنه في عندنا منطقة اسمها صبغة الفصل هذه أنشأتها الهيئة الملكية لتصريف المياه الفائضة. تكونت هناك منطقة محمية اسمها صبغة الفصل هذه فيها حوالي 20,000 طائر وأيضا مصنفة كمحمية يعني على المستوى الدولي، والآن نبحث في حلول لأن هي ضمن المناطق السكنية المستقبلية، فلا بد ان ننقل هالمنطقه الى منطقه اخرى ونقوم بتهجير هذه الطيور الى المنطقه الجديده. وبهدف الحصول على معلومات دقيقه تم انشاء مختبر الهيئه الملكيه للفحص البيئي والصحه العامه بالجبيل وتزويده بأجهزة حديثة لإجراء التحاليل السريعة والدقيقة على عينات المياه والمواد الصلبة للكشف عن محتوياتها، وتشمل إمكاناته عن الفحوصات الفيزيائية والتحاليل الكيميائية لأيونات المعادن والهيدروكربونات والمبيدات والزيوت والشحوم والمواد العضوية وغير العضوية. أنشئ منذ بداية الهيئة الملكية لأنه مسؤول عن تحليل العينات اللي يتم جمعها من المدينة من مياه الصرف الصحي والصناعي وأيضا من مياه الخليج ومياه التبريد والمياه الجوفية ومياه الشرب، كل التحاليل تتم هناك إضافة إلى العينات الهوائية اللي تؤخذ عن طريق الفلاتر ومحطات المراقبة. تعتبر الساحات الخضراء والحدائق إحدى أهم العوامل التي تساعد على المحافظة على بيئة نظيفة، ومن هنا انطلقت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في التوسع بإنشاء الحدائق على مستوى المدينة بشكل عام
وداخل الأحياء السكنية بشكل خاص. هذه خطة للحد من الانبعاثات أو امتصاص الانبعاثات. الشجرة الواحدة سنويا تمتص حوالي 11 كيلو من ثاني أكسيد الكربون، فإذا كان عدد الشجر كثير فحتمتص يعني ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون سنويا. شجعت الهيئة الملكية يعني الزراعة والمسطحات الخضراء. هناك حدائق عامة، في عندنا حديقة الدفي وحديقة الأندلس وحديقة نجد، وهذه لو يعني طلعت للخريطة تجد أنها في منتصف المدينة ما بين الأحياء. سوف يأتي مستقبلا إن شاء الله حديقة الجلمودة والرقة، واللي هي تقريبا في الجهة الشمالية من الحدائق، بحيث أنها تخلق الحقيقة جو داخل المدينة كمنطقة خضراء كبيرة تعطي متنفس سواء للمدينة والأهاليها أيضا. متنزهات يعني من مساحتها تتراوح من 30 إلى 45 هكتار، منها متنزه الدفي، متنزه الأندلس، عندنا متنزه القناة المائية، وعندنا أيضا متنزه نجد. هذه المتنزهات الرئيسية في المدينة موزعة على الأحياء المواقع المختلفة، بالإضافة إلى المتنزهات الصغيرة بين البيوت وبين الأماكن السكنية، طبعا هذه كلها موجودة الحمد لله. فكان يعني الحياة حقيقة في المدينة هنا تتميز بالكم الهائل من أماكن الترفيه والمواقع المشجرة، فتضفي عليها طابع ينسيك وجود المصانع وتصبح كأنها مدينة سياحية أقرب إليها من تكون مدينة صناعية. كل هذه المساحات يتم ريها من خلال نظام ري آلي وبمياه معالجة. تم زراعة الطرق والمتنزهات بالكثير من الأشجار والنباتات التي تم اختيارها وفق معايير أولها أن تكون من البيئة المحلية. يكون التركيز طبعا على النباتات اللي هي من البيئة المحلية في المقام الأول، مثل ما تشوفوا يعني وجود النخيل اللي هي من البيئة الطبيعية للجزيرة العربية، أيضا وجود أنواع عديدة من الأشجار والشجيرات المستوطنة تم تكاثرها بالمشت الخاص بالهيئة الملكية. كل حي تقريبا فيه يكون فيه متنزه رئيسي واحد، بالإضافة إلى المتنزهات الفرعية منتشرة قد تكون تتراوح ما بين 20 إلى 30 متنزه فرعي داخل الحي الواحد. كما انتهت الهيئة الملكية مؤخرا من تصميم مشروع متنزه كبير جدا سيكون علامة فارقة في خارطة مدينة الجبيل الصناعية، يسمى بالريجنال بارك أو المتنزه الإقليمي. الآن يعتبر في مرحلة التنفيذ، وهم بيكون المتنزه خاص على مستوى المنطقة الشرقية ممكن، وهو أيضا متنزه بيئي صحراوي ويوفر العديد من الخدمات للزوار. هذا من المشاريع الآن لا زال تحت الإنشاء، يعتبر على حدود الجبيل على طريق المطار اللي هو مطار الجبيل طبعا، والآن بمرحلة الإنشاء إن شاء الله يعني في خلال السنتين القادمتين يتوقع الانتهاء منه. إن من مقومات الحفاظ على البيئة غرس روح المسؤولية لدى الناشئة، عماد المستقبل في المحافظة على البيئة ورفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع. وقد ساعد نظام مدينة الجبيل الصناعية والبنية التحتية المتكاملة فيها والصفة القانونية للهيئة الملكية بإشرافها على نظام التعليم بالمدينة في تنفيذ برامج التوعية البيئية في المدارس وتوظيف بعض الأنشطة اللامنهجية للتعليم البيئي والقيام بالكثير من الأنشطة لتحسين المدينة وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة وإبراز أهمية الحفاظ على البيئة. طبعا احنا عندنا فيه مؤتمر بيئي سنويا، واحنا يوم البيئة دائم حقيقة نحتفي فيه، وتطرح فيه أوراق عمل من حقيقة مشاركين على مستوى العالم
إضافة لمشاركة الإخوان في البيئة حقيقة أيضا على مستوى العالم بأوراق عمل كبيرة جدا وعلى مستوى الإقليمي والخليجي. فنعم الاتصال المستمر يجب أن يكون وخصوصا في البيئة. تعرف التقنية تتطور يوم بعد يوم والهدف الأساسي أن نصل إلى أفضل التقنيات في حقيقة مراقبة العناصر البيئية اللي احنا نحتاج نراقبها في الجو أو في المياه أو في البحر. فهذه لله الحمد والمنة هناك خاصة فرقة البيئة أيضا حتى المعامل والمختبرات يتم تطويرها بناء على اللي هي الليتست تكنولوجيا أو التقنية الحديثة اللي موجودة عندنا. فنعم هنالك عندنا عمل مستمر ومتواصل. يمكن لنا الآن أيضا مع جامعة ماجيل في كندا برنامج مشترك بيننا وبينهم على التعاون البيئي، فكنا في زيارة لهم، هم الآن موجودين تقريبا في معانا، ففي نقاشات مستمرة ما بين كبرى أيضا الجامعات معانا على أساس أننا نضمن أننا ما خلينا شيء ورانا وكل شيء إن شاء الله يتوافق مع متطلبات السلامة البيئية للمدينة. التخطيط السليم والإدارة المميزة للبيئة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع ساهم بأن تكون مدينة الجبيل واحدة من أجمل المدن على ساحل الخليج العربي وفي المنطقة بشكل عام، مدينة خضراء بكل المقاييس يستمتع فيها الزائر والمقيم على حد سواء. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.